أظهر تقديرات لمركز أديسون البحثي أن الديمقراطي جو بايدن هزم الرئيس دونالد ترامب في ولاية أريزونا ليوسع هامش الفوز على الرئيس الجمهوري بواقع 11 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي بعد انتخابات الرئاسة التي أجريت في 3 نوفمبر تشرين الثاني. ولم يعترف ترامب بالهزيمة حتى الآن بعد 5 أيام من قول مركز أديسون ووسائل أعلام كبرى إن بايدن تجاوز الأصوات المطلوبة من المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة والبالغ 270 صوتا. مشاهدينا، لمتابعة تطورات المشهد الأمريكي وارتداداته تنضم إلينا من نيويورك الصحفية نادين ساندرز. نادين، بداية صباح النور. صباح النور. إذا نادين، تفهم نتيجة أريزونا هي معقل السناتور الجمهوري الراحل جون ماكين الذي ربطته عداوة قوية مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، ولكن أبعد من ذلك، ما هي هوامش تحرك الرئيس دونالد ترامب بعد تأكيد فوز بايدن بولاية أريزونا؟ اهلا ليال. كما تعرفين ليال، الرئيس دونالد ترامب لا يقبل الاعتراف بالهزيمه ولا يقبل ان يقدم خطاب التنازل. اجرى تغييرات عده في وزاره الدفاع مؤخرا، على راسها اقاله مارك اسبر. هذه التغييرات في وزاره الدفاع اقلقت الداخل الامريكي واقلقت المسؤولين الامريكيين من الجمهوريين والديمقراطيين، وعلى ما يبدو ايضا اقلقت كثير من الدول حول العالم. انما نتائج انتخابات حتى الان، يعني القضايا التي تقدم بها في المحاكم لا تلقى اي قبولا. القضاة دائما يسالون عن ادله واثباتات، وبالتالي ترفض الدعاوى. لا توجد لديه اي حظوظ حقيقه في ان يحقق اي انجاز. فتقريبا النتيجه محسومه. بالنسبة لي الانعكاس في الحزب الديمقراطي مستاءون جدا من عدم تقديمه خطاب التنازل، لأنه سبب اضطرابا في للأمن القومي. هناك أعداء كثر لأمريكا، وهذا يسبب قلقا. أيضا لم يمكنوه من استلام الرسائل التي يجب أن يستلمها، سواء من الرؤساء كتهنئات أو رسائل جاءت من قادة العالم أو رسائل استخباراتية من المفترض أن يتمكن من الولوج إليها في مرحلة لتهيئته لاستلام البيت الأبيض في 20 يناير. هذا المنع من قبل إدارة الخدمات العامة التي قامت يعني تقوم به هذا المنع، المسؤولة عن هذا المنع هي إيميلي ميرفي. هذا المنع يعمل عليه الجمهوريون والديمقراطيون كي يصلوا إلى نتيجة أنه إن لم يكن سيقدم خطاب تنازل، على الأقل أن يكون لديه أكسس، يعني يتمكن من الولوج إلى هذه المعلومات التي هي ضرورية جدا. ولكنه يقوم جو بايدن يقوم بعمله كالتنسيق من أجل مكافحة كورونا وتشكيل إدارته الجديدة. كما نعلم هو عين كبير مستشاري البيت الأبيض، وأيضا هو الآن بصدد تعيين وزير خارجية. هناك مرشحين لتعيين وزير خارجيته. أيضا يعمل على دراسة بعض الملفات الهامة للولايات المتحدة. يعني يجري العمل على قدم وساق ضمن الإمكانيات المحدودة. أما هناك القلق الموجود بهذه التغييرات يتبدد شيئا فشيئا، لأن الحزب الجمهوري يبدو أنه يعمل على حثه على تقديم الخطاب التنازل أو على الأقل الولوج إلى هذه المعلومات. الحزب الجمهوري ليس بكامله يدعم الرئيس ترامب، ولكن قسم من الجمهوريين ما زالوا يترددون في حثه على خطاب التنازل، خوفا من أن تطالهم الإهانات أو خوفا من أن تطالهم الإقالات أو تتأثر سمعتهم. يعني هذه الأمور تؤثر عليهم، ولكن
في المجمل يبدو أن الأمور تتجه، يعني الخوف يتبدد شيئا فشيئا، ولكن هناك قلق، نعم هناك نادين، قلق نعم ولكن نادين، تحديدا ماذا يقول الدستور الأمريكي؟ إلى أي مدى سيستطيع الرئيس الأمريكي المراوحة بالوضع القائم، عدم الإقرار بالهزيمة وعدم دعوة الرئيس المنتخب لزيارة البيت الأبيض؟ ليال إقراره بالهزيمة هذه ليست من متطلبات الدستور، هي تقليد وعرف بين الرؤساء الأمريكيين، عندما تنتهي ولاية رئيس أو يفوز رئيس يقوم بتهنئته الرئيس الذي خسر الانتخابات ويعترف بالهزيمة، ويعني هو تقليد يجري دائما بين الرؤساء بمجرد إعلان نتائج انتخابات، أحيانا تتأخر يوم أو يومين، قلما حصل أن توانى رئيس عن هذا الموضوع، ولكنه ليس في الدستور، يعني في النهاية ليس من المطلوب كخطوة رسمية أن يقوم بها، لا، وإنما هي تؤثر على باقي الجمهوريين من تسهيل الإجراءات التي، يعني هذه المرحلة انتقالية، يجب أن يكون هناك انتقال سلس، الانتقال السلس بمعنى أن لا تكون هناك اضطرابات داخلية في داخل أمريكا، وأيضا تسهيل المهام له لكي يكون قادرا على الحصول على التمويل الكافي للقيام بمهامه، لقيام التعيينات، الاتصالات، لهذه ملايين الدولارات التي تسهل جدا القيام بعمله. وهذا الأمر لا يتعلق بخطاب التنازل، إنما مديرة أو مسؤولة عن الخدمات العامة هذه الدائرة هي التي تشرف على مجمل مؤسسات الدولة في أمريكا، هذه المسؤولة هي إيميلي، هي التي لم تفرج حتى الآن عن هذه، لم تعطي هذا الإذن أو لم تفرج حتى الآن، وهذا بأمر من ترامب، يعني لو أن رئيس ترامب يعطيها هذا الإذن لكان صرفت به، ولكن أيضا ليس مشروطا به، يعني هذه الضغوط تجري حاليا حتى يتم هذا التنازل. أما دستوريا فليس هناك مشكلة، طالما أن لم تحكم المحكمة العليا بعكس ذلك، يعني المحكمة العليا، حتى المحكمة العليا عندها ضوابط معينة، يعني يجب أن يكون لديها أدلة في كل قضية على حدة، هناك عدة قضايا، قضايا كثيرة، وحتى الآن لا يوجد الكثير منها في المحكمة العليا، القضايا تحسم حتى الآن في محاكم الولاية وليس في المحكمة العليا، فعندما إذا حسمت إحدى القضايا في المحكمة العليا لصالح ترامب عندها سوف نرى هل النقاط التي حصل عليها أو الأصوات التي حصل عليها هل هي تخوله تعطيه 270 صوتا، ولكن هذا مستحيل، مستحيل تماما، لذلك لا جدوى الآن، لأنه ربح جو بايدن، ربح أريزونا، لم يبقى هناك الولايات التي لم تحدد بعد هي بنسلفانيا وجورجيا، وهي غير كافية، حتى لو فاز بها ترامب هي غير كافية لفوزه على ترامب. نعم، نادين ساندر الصحفية المقيمة في مدينة نيويورك، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة.